وعندي ايضا مع صديقتي الرائعه الحبيبه هيونه في هايبر لوب من اخراج المخرج تونس العراقي حلقاتنا الكبير اوس الشرقي. كل التحيه حق الاستاذ العظيم في الكوميديا اوس الشرقي، اللي كنت انا يعني فعلا سعيده بقروبه والانضمام اليه، الى الكوميديا الرائعه والراقيه جدا اللي قدمها في رمضان في هايبر لوب. هايبر لوب يقول والبلوك مال والبلوك مالتنا كان كلش أي قوي. عجيب عجيب عجيب. شلون نتمنى من اوس وام بي سي عاد عاد يعني يعطونا بطوله منوعه نسائيه ويكتبونا يكتبونا بعد، ونقول حق ام بي سي العراق الف مبروك ما شاء الله لا اله الا الله على البرامج وعلى الابداعات اللي قاعد تعرضونها، وهم اي تي في هالسنه مبدعه جدا 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 ببرامجها ومسلسلاتها. ياسر هلا والله، نبي اغنية عاد حق فنانتنا قبل لا ناخذ الو. شو تأمري؟ قولي كل شيء كل شيء حلو من عندكم. انا اقول لك اي عنده هذا الحلو مالي ممنوع الا بس انت صايره حلوه تخبلين على طول الكلمات يا حياة الحين يقولون وايد يصارخون يا حياة يا حلوه بصراخك يا عمري بكلامك يا حبيبي كل شيء حلو وانت جميله والله حلوه. شكرا يا قلبي انت جميله حبيبتي والله. ايه ايه يلا هذا الحلو مالي يلا حافظها ولا ايه يعني شويه منها حافظها شويه احنا نبي نسمع شويه منها مو هوايه عشان ناخذ الوات حبيبي كلماتها يلا والله كلماتها بعد مو هاي كلماتها بعد انا مو حافظه. اي نعم اي نعم احنا نقولها وياك زين. هو شنو حافظ؟ هو مغني لي مره داز لي فيديو ابو حتى نزلناه على اليوتيوب صح ياسر؟ اي نعم وخذ مشاهده قويه بعد وايد وايد. يجوز حافظ اغنيه ثانيه غير حافظ اغنيه